المفروض النهاردة من الناس؟ يعني شايفة الإقبال إزاي؟ والله الإقبال كويس، ولو أنه أنا كنت ألاحظ أنه بالسنين السابقة يعني لما كنا نشارك كان برضو الإقبال أكثر شوي من هلأ. هو الإقبال كويس يعني، مش أنه مش سيء، بس ما بعرف، ممكن لأنه بس آسيوي، ممكن لو فيه دول تانية تشارك يكون أكثر. تفتكري ليه حجم الإقبال قليل؟ يعني تفتكري ليه حجم الإقبال قليل غير كل سنة زي ما حضرتك بتقولي؟ والله تنسي، لا يعني أنا بعتبر إنه الظروف اللي بنمر فيها، وكمان ضعف الاقتصاد، يعني أكيد الناس مش سهل إنها تشتري أشياء زيادة. يعني المرة الكام دي اللي تشارك فيها فلسطين؟ إحنا عملنا آخر شيء سوق إلنا للاتحاد بس يعني فلسطيني، وشاركونا بعض المؤسسات وكان كويس ناجح يعني، بس للمنتجات الفلسطينية. كان الجهة المشرفة على إقامة هذا المعرض في من قبل فلسطين في مصر مين؟ هنا إحنا سفارة طبعاً، هي اللي بتشوف وين في معارض وبتشارك، وفي أسواق تانية. إحنا اتحاد المرأة برضو بيكون إلنا علاقات مع مؤسسات أو جمعيات، فبيدعونا منشارك معهم. في مشاركات تانية أو في تعاون تاني ما بين مصر وفلسطين في مجالات ثقافية تانية؟ احنا قلنا عدة نشاطات، يعني منشارك بأسواق، وكمان عندنا بنعمل ندوات، بنعمل علاقات مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات والأحزاب، أيوة طبعا المصرية وغير المصرية كمان، يعني في تعاون كبير بيننا وبين المؤسسات المصرية، وبندعيهم لعنا، وكمان هم بيدعونا لأسواقهم ولندواتهم ولكل شيء.